ورحب بكم أعزائي الطلبة وحلقة جديدة في مادة الجيولوجيا، هذا العلم الذي يبحث في كل ما يتعلق بالأرض. بدأنا في بداية الفصل الدراسي الثاني بدراسة نشأة الكون، ثم بعد ذلك نشأة الأرض. فالأرض مرت بمراحل إلى أن وصلت إلى الشكل الذي نعرفه اليوم. لكن ما هو العلم الذي يدرس تطور الأرض عبر الأزمنة؟ في هذه الحلقة نبدأ بدراسة تطور الأرض والمراحل التي مرت بها أو مر بها الكائنات الحية، متى ظهرت وكيف تطورت وكيف حفظت. لنجيب على هذه الأسئلة وأكثر إن شاء الله، تابعنا عزيزي الطالب بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد أعزائي الطلبة. كما ذكرنا في هذه الحلقة نناقش تطور الأرض عبر الأزمنة الجيولوجية. هل من بداية الزمن الجيولوجي كانت الأرض كما نعرفها، أم هي مرت بمراحل وتطورت؟ ذكرنا في بداية الفصل أن عندما تكلمنا عن نشأة الأرض أن الأرض مرت بمراحل وتطورت خلال الأزمنة الجيولوجية. إذن الفصل الأول هو عبارة عن رحلة عبر الزمن الجيولوجي لنشاهد الأرض ونشاهد الكائنات الحية وكيف تطورت وكيف حفظت، كيف وصلت إلى الوقت الحالي لندرسها ونتعرف عليها. تهدف دراسة تاريخ الأرض إلى هدفين أساسيين. ما الهدف من دراسة تاريخ الأرض؟ هل هو مضيعة للوقت والجهد أم هنالك بعض الأهداف؟ أولاً، تعرف التغيرات كافة التي طرأت على أرضنا منذ نشأتها. لنصل إلى فهم أكثر دقة للأرض لابد أن نرجع إلى الزمن الجيولوجي القديم ونعرف التغيرات. أيضا تطور أنواع الحياة منذ بداية الحياة على سطح الأرض. تطور أنواع الحياة، هذا العلم هو علم مشترك بين علم الأحياء وعلم الجيولوجيا، يدرس فيه تطور أنواع الحياة. كيف يمكننا أن نقرأ تاريخ الأرض؟ كيف يمكن أن نعرف ماذا حدث في الزمن الجيولوجي القديم؟ عمر الأرض تقريبا 4600 مليون سنة، كيف يمكننا أن نرجع إلى الوراء هذا القدر؟ إذن كيف يمكننا أن نقرأ تاريخ الأرض؟ من خلال السجل الكبير الذي سجلته الطبيعة في الصخور. جميع تاريخ الأرض معظمه مسجل في صخور الأرض، لذلك من خلال دراسة الصخور نستطيع الرجوع إلى الأزمنة الجيولوجية الماضية. إذا أردنا أن نتعرف تاريخ الأرض في أي مكان، لابد أن ندقق النظر في صخور هذا المكان. لابد من دراسة الصخور لكي نعرف تاريخ الأرض، لأنه كما ذكرنا تاريخ الأرض مسجل في الصخور. الصخور هي التي تحمل الأدلة والشواهد التي تساعدنا على قراءة تاريخ الأرض. درست في الفصل الدراسي الأول أنواع الصخور المختلفة، وذكرنا أن الصخور الرسوبية تفيدنا في دراسة تاريخ الأرض. إذن الصخور هي التي تحمل الأدلة والشواهد التي تساعدنا على قراءة ودراسة هذا التطور. ساد بين الناس قديما اعتقاد خاطئ. كان الناس يظنون بأن الأحافير عبارة عن صخور، لكن أخذت شكل الكائنات الحية. هي ليست كائنات حية أو بقايا كائنات حية، هكذا كانوا يظنون، كانوا يظنونها صخور لكن أخذت شكل الكائنات الحية، وكانوا يظنون أنها إشارات للسحر والأفعال الشريرة. لكن مع مرور الوقت واكتشاف الناس مدى تشابه الأحافير لكائنات ما زالت حية، لاحظ العلماء تشابه هذه الصخور أو التكوينات الصخرية تشابه كائنات ما تزال حية، اقتنعوا بأنها تمثل كائنات كانت تعيش في الماضي. كانوا يظنونها صخور تشابه الكائنات الحية وليست كائنات حية، لكن بعد ذلك تغيرت القناعة بأنها كائنات حية كانت تعيش في الماضي. ما هي الأحفورة؟ ما هو التعريف العلمي للأحفورة أو الأحافير؟ هي آثار
أو بقايا كائنات عاشت في الزمن الجيولوجي الماضي. عوامل حفظ الأحافير. إذن عزيزي الطالب، كيف حفظت هذه الأحافير؟ كيف عاشت في زمن جيولوجي ماضي وحفظت بقاياها إلى وقتنا الحالي؟ ما هي العوامل التي أدت إلى حفظ الأحافير؟ أولاً، احتواء الجسم على هيكل صلب مقاوم للتغيرات الطبيعية مثل أصداف المحاريات والقواقع وعظام الفقاريات. هذه الهياكل الصلبة حمت الكائنات الحية من التحلل نتيجة عوامل التجوية والتعرية. فإذا وجود هيكل صلب هو عامل أساسي في حفظ الكائنات الحية. العامل الثاني، وجود بيئة مناسبة للدفن. ماذا نقصد ببيئة مناسبة للدفن؟ هنالك أكثر من نوع. في البيئة المائية الهادئة، بيئة مائية هادئة مثل منطقة الرف القاري. منطقة الرف القاري هي بيئة مناسبة لحفظ الأحافير. أيضا هنالك في بعض المناطق البرية، ذكرنا البيئة البحرية، وأيضا هنالك بيئات مناسبة للدفن في البيئة البرية، منها دلتا الأنهار وضفافها. تتميز دلتا الأنهار بوجود محتوى عالي من الأحافير لأنها بيئة مناسبة للدفن. سنذكر بعد قليل ماذا ميز هذه البيئات. برك القار أيضا من البيئة المناسبة للحفظ لأنها تحمي الكائن الحي من عوامل التحلل. أيضا الانهيارات الجليدية. إذا عزيزي الطالب، جميع هذه البيئات هي بيئات مناسبة للدفن. لماذا؟ لأن هذه البيئات تعزن الكائن الحي أو بقايا الكائنات الحية عن عوامل التحلل كالتجوية. العامل الثالث من عوامل حفظ الأحافير في الصخور هو تمتع بمعدل ترسيب سريع. في بيئات الدفن السريع لابد أن يكون هناك معدل ترسيب سريع لكي يعزل بقايا الكائنات الحية عن عوامل التجوية. إذن تمتع بيئة الترسيب بمعدل ترسيب سريع يعمل على دفن الكائن بمجرد موته لعزله عن الأكسجين والعوامل التي تساعد على سرعة تحلل أجزائه. إذن هذه هي العوامل الثلاث التي تساعد على حفظ بقايا الكائنات الحية. أولا وجود هيكل صلب، ثانيا الدفن بيئة مناسبة للدفن، ثالثا الدفن السريع. هل طرأ أي تغير على شكل حيوان الماموث الموجود في الصورة التي أمامك عزيز الطالب؟ هل تلاحظ أن هنالك أي تغير طرأ على هذا الكائن الحي؟ الجواب كلا. لماذا؟ بسبب وجوده في الثلج. ذكرنا أن الانهيارات الجليدية من البيئات المناسبة للدفن. لماذا؟ لأن الثلج يحفظ الكائن الحي من جميع عوامل التحلل. فلم يطرأ أي تغير على شكل حيوان الماموث لأن الثلج حفظه من عوامل التجوية المختلفة. ما هي حالة الدفن التي ساعدت في المحافظة على شكله؟ كيف لم يتغير شكله؟ ما هي حالة الدفن؟ تسمى الدفن عن طريق التثلج. الانهيارات الجليدية تسمى الدفن عن طريق التثلج. ما هي الطريقة التي حفظ بها الماموث كما ذكرنا؟ هي التثلج. طرق حفظ الأحافير. هنالك أكثر من نوع لطرق حفظ الأحافير، ذكرنا منها في حالة الماموث التثلج، لكن لنصنف طرق الحفظ بشكل أكثر دقة هي عدم تغير بقايا الكائنات كما في الماموث. قد لا يحدث أي تغير في بقايا الكائن. النوع الثاني من طرق حفظ الأحافير عزيزي الطالب وهو الحفظ عن طريق تغيير طبيعة أنسجة الكائن. في المثال الأول وهو الماموث لم يحدث أي تغير في أنسجة الكائن. أما النوع الثاني هنالك بعض التغيرات تحدث في أنسجة الكائنات الحية. النوع الثالث وهو القالب والنموذج والطبع. ماذا نعني بكل نوع؟ سندرس كل نوع الآن بشيء من التفصيل. أولا عدم تغير بقايا الكائن. لا يحدث تغير في طبيعة الجسم
وتكون التغيرات محدودة، قد لا يحدث أو إذا حدث تكون محدودة جدا ومقتصرة على نسبة الماء والبروتينات الموجودة في أنسجة الجسم. إذن التغيرات قد لا تكون موجودة أو بسيطة جدا كنسبة الماء والبروتينات في جسم الكائن الحي. هنا لم يحدث أي تغير في بقايا الكائن. وأيضا هذا النوع في حالة عدم التغير نقسم هذا النوع إلى أكثر من قسم. قد يحفظ الجسم بالكامل كما حدث في الماموث، وأيضا قد يحفظ الأجسام أو الأجزاء الصلبة للكائن الحي. الأجزاء الصلبة فقط للكائن الحي هي التي تحفظ، أما الأنسجة اللينة أو الغير صلبة فتتحلل وتحفظ الأجزاء الصلبة فقط. كما ذكرنا في حالة الماموث أسميناها التثلج، حفظ جسم الكائن الحي بالكامل. هل هنالك نوع آخر أو مثال آخر على حفظ الجسم كامل؟ نعم، هنالك بعض الحشرات قد تدفن داخل إفرازات الأشجار كالكهرمان. الكهرمان قد تدفن في بعض الحشرات وتحفظ بالكامل، فهذا مثال على الحفظ أو حفظ الجسم كامل. إذن الماموث والحشرات في الكهرمان أمثلة على الحفظ الكامل للجسم. لكن ماذا عن الحفظ للأجزاء الصلبة فقط؟ هو حفظ الهيكل والأجزاء الصلبة كالهياكل والفقرات والأسنان أيضا وأصداف الحيوانات اللافقارية. الأصداف والأسنان تعتبر من الأجزاء الصلبة، أما الأجزاء الغير صلبة فتتحلل وتبقى الأجزاء الصلبة فقط. في هذا النوع هو ينتمي إلى عدم حدوث التغير. التثلج كما ذكرنا في الماموث، الحفاظ على الجسم وأحشائه وأنسجته وأجزائه الصلبة كحفورة حيوان الماموث، لم تطرأ أي تغييرات على حفورة الماموث أو الكائن الحي. الأنسجة والأحشاء جميعها كانت محفوظة نتيجة التثلج. الدفن داخل إفرازات الأشجار كما ذكرنا، الكهرمان في الصورة التي أمامك عزيز الطالب هي عينة من الحشرات التي دفنت في هذه الإفرازات. الكهرمان يتكون من إفرازات الأشجار، قد تدفن بعض الحشرات كالنمل وهو مثال هنا، بعض الحشرات الأخرى تدفن في الكهرمان. أما حفظ الهيكل والأجزاء الصلبة للكائنات الحية كما ذكرنا، الفقرات والأسنان والأصداف جميعها تمثل الأجزاء الصلبة. كالصورة التي أمامك عزيز الطالب، حفظ الأجزاء الصلبة العظام للديناصورات وأيضا الأسنان كما في أسماك القرش أو بعض الكائنات الحية الأخرى، تحفظ الأجزاء الصلبة فقط وليس الكائن الحي بالكامل كما في حالة الماموث. أما الحفظ عن طريق تغيير طبيعة أنسجة الكائن الحي فينقسم إلى أكثر من قسم. أولا الاستبدال المعدني، وثانيا التمعدن، وثالثا التكربن. إذن ثلاثة أنواع: الاستبدال المعدني، التمعدن، وأخيرا التكربن. أولا الاستبدال. استبدال مادة الأحفورة بمواد معدنية مثل السيليكا والكالسايت والبايرايت، بحيث يحدث استبدال جزيء مادة معدنية بجزيء من مادة الأحفورة، يحفظ الشكل الأصلي للصخر مثل الخشب والقواقع وعظام الحيوانات. إذن تستبدل مادة معدنية بمادة الأحفورة، تتحلل المادة في الأحفورة وتستبدل مكانها مادة معدنية. إذن هنا ماذا يحدث للمادة الأصلية أو المادة الأصلية للأحفورة؟ تتحلل وتستبدل بمادة أخرى معدنية. التمعدن، تتغلغل المواد المعدنية المحمولة بالمياه داخل شقوق الأخشاب وتجاويف العظام ومساماتها دون أن تحل مكان المادة الأصلية لبقايا الكائن الحي. تتغلغل الأملاح والمعادن الذائبة في الماء في الفجوات في الأحفورة، ثم بعد ذلك تترسب هذه المواد المعدنية. هنا ماذا حدث للمادة الأصلية للأحفورة؟ لم تتغير ولم تتحلل كما في حالة الاستبدال.
إنما حدث ترسب للأملاح والمعادن الذائبة في الماء في الفجوات في هذه الأحفورة، كما في هذا المثال أمامك عزيز الطالب. مياه الأمطار تتغلغل في التربة، وأثناء تغلغلها تذيب بعض الأملاح والمعادن الموجودة في التربة إلى أن تصل إلى الأحفورة. ماذا يحدث بعد ذلك؟ تترسب هذه المعادن والأملاح الذائبة في الماء، تترسب في الفجوات في هذه الأحفورة، ولا تحلل المادة الأصلية وترسب المادة الأخرى، لكن تترسب في الفجوات. إذن المادة الأصلية موجودة ولكن ترسبت المواد الذائبة في الماء. التكربون وهو المثال الأخير، عندما يدفن الكائن الحي بعد موته في رواسب رطبة أو مياه راكدة، لابد أن تتواجد مياه راكدة أو رواسب رطبة، يفقد هيكله الصلب والمكونات الطيارة الداخلة في تركيبه كالأكسجين والهيدروجين وأيضا النيتروجين، وتتبقى منه أجزاء صلبة غنية بالكربون، والنباتات ذات الهيكل السليلوزي كأوراق الأشجار والحيوانات. إذا تتحلل معظم المواد الطيارة من ورقة النبات مثلا عندما تترسب في رواسب كما ذكرنا رطبة، أو تترسب في مياه راكدة، تتحلل معظم المواد الطيارة، تتكون من ماذا؟ أكسجين، هيدروجين، نيتروجين، تتحلل المواد الطيارة وتبقى الأجزاء الغنية بالكربون. هذه العملية تسمى عملية التكربون، تحلل جميع الأجزاء إلا الأجزاء الغنية بالكربون. ذكرنا الآن نوعين من طرق الحفظ، في الأول لم يحدث أي تغيير في أنسجة الكائن الحي، والنوع الثاني حدثت التغيرات في الأنسجة. الآن النوع الثالث من طرق الحفظ وهو القالب والنموذج والطبعة. القالب ينقسم إلى قالب داخلي وقالب خارجي، والنموذج كذلك داخلي وخارجي والطبعات. لكن ماذا نقصد بالقالب، وما هو القالب الداخلي والخارجي والنموذج أيضا وأقسامه؟ القالب عزيز الطالب هو التجويف الذي يتركه الهيكل الصلب للكائن الحي في الصخور بعد تحلله. بعد تحلل الكائن الحي هنالك تجويف يتركه أو فراغ يتركه الكائن الحي بعد التحلل، هذا الفراغ يسمى بالقالب. متى يكون قالب داخلي ومتى نسمي هذا القالب قالب خارجي؟ التجويف الذي يعكس الشكل الداخلي للكائن الحي، إذا كان هذا التجويف الذي تركه الكائن الحي يعكس الشكل الداخلي للكائن أسميناه قالب داخلي، أما إذا كان هذا التجويف يعكس الشكل الخارجي للكائن أسميناه قالب خارجي. إذن التجويف الذي يعكس الشكل الخارجي للكائن الحي نسميه قالب خارجي. النموذج، نموذج أحفوري يعكس صدفة الكائن الحي، ويتشكل عند امتلاء الهيكل الصلب للكائن الحي بين الصخور بالرواسب أو بالمواد المعدنية. عندما يمتلئ الهيكل الصلب للكائن الحي بالرواسب أو المواد المعدنية نسمي هذه الحالة أو هذه الطريقة من الحفظ بالنموذج. وأيضا قسمنا النموذج إلى نموذج داخلي ونموذج خارجي. النموذج الداخلي كذلك يعكس الشكل الداخلي ولكن للقالب الداخلي، عندما تملأ الرواسب التجويف الذي يعكس الشكل الداخلي، عندما تملأ الرواسب قالب داخلي نسمي النموذج نموذج داخلي، أما عندما تملأ الرواسب قالب خارجي نسمي هذا النوع من النموذج بالنموذج الخارجي. لكن ماذا نقصد بالطبعات؟ ذكرنا القالب وقسمناه إلى النوعين الداخلي والخارجي وأيضا النموذج، لكن ماذا نعني بالطبعات؟ قد تتخذ الأحفورة شكل أثر أو طبعة في الصخور تدل على وجود كائن حي سابقا، مثل آثار الطيور والحشرات والزواحف والنباتات، هي آثار ناتجة عن حركة مثل حركة الطيور وأيضا آثار الزواحف. قد تحفظ هذه الآثار وتتحول إلى أحفورة، تحفظ هذه الآثار وتتحول إلى أحفورة، نسمي هذا النوع من الأحافير بالطبعات، مثل آثار الطيور وأيضا آثار الحشرات والزواحف والنباتات. هذه هي طرق حفظ الأحافير، أولا لم يحدث تغيير، بعد ذلك حدث تغيير وقسمناه إلى التمعدن، وبعد ذلك الاستبدال وأيضا التكربون. إذن الأحافير هي بقايا أو آثار لكائنات حية،
عاشت في عصور جيولوجية قديمة وحفظت حفظا طبيعيا في طبقات الصخور الرسوبية، وهي تدل على الكائن الحي الذي تمثله. عزيزي الطالب، هذه هي شروط الأحفورة، هي من بقايا الكائنات الحية، فلا تعتبر الصخور أو المعادن من الأحافير، وأيضا عاشت في عصور جيولوجية قديمة، لا تعتبر الكائنات الحية الموجودة الآن من الأحافير، وأيضا حفظت حفظا طبيعيا، لابد أن يكون الحفظ طبيعيا وليس بتدخل الإنسان. هذه هي شروط الأحفورة، وتكون محفوظة في طبقات الصخور الرسوبية. لذلك الصخور الرسوبية هي مهمة جدا في دراسة تاريخ الأرض، لأن الأحافير تحفظ في طبقات الصخور الرسوبية وتدل على الكائن الحي الذي تمثله. هذه هي شروط الأحفورة، لكن ليست جميع الأحافير تفيد في دراسة تاريخ الأرض، هنالك بعض الأحافير لها أهمية قصوى في دراسة التاريخ، هي الأحافير المرشدة. شروط الأحافير المرشدة أنها تتميز بزمن أو بمدى زمني قصير، لابد أن يكون للأحفورة مدى زمني قصير لكي نسميها أحفورة مرشدة، وأيضا انتشار جغرافي واسع، لابد أن يكون انتشارها الجغرافي واسع ولكن في مدى زمني قصير لكي نعتبر هذه الأحفورة أحفورة مرشدة. ذكرنا أن الأحافير المرشدة لها أهمية قصوى في دراسة تاريخ الأرض. أبرز الأمثلة على الأحافير المرشدة عزيزي الطالب الترايلوبايت كما في الصورة التي أمامك، وأيضا الأمونايت، وأخيرا الجرابتولايت. هذه هي الأحافير المرشدة أو بعض الأمثلة على الأحافير المرشدة ذات الأهمية العالية في دراسة تاريخ الأرض. إذن عزيزي الطالب، في هذه الحلقة بدأنا بدراسة تطور الأرض، وأيضا ذكرنا كيف حفظت الكائنات الحية، وعرفنا الأحافير بأنها بقايا كائنات حية عاشت في الأزمنة الماضية. كيف حفظت هذه البقايا؟ عن طريق ثلاثة طرق أو في ثلاثة أنواع. قد لا يحدث أي تغير كما في حالة الماموث، وقد يحدث تغير كما في التمعدن أو الاستبدال أو التكربن، وأيضا الطريقة الأخيرة في الحفظ وهي القالب والنموذج والطبعة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم عزيز الطالب، أتمنى أن أكون وفقت في إيصال المعلومة لك، وإلى أن ألقاك في حلقة قادمة أتركك في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.